الأول محمد أمزيان رفع لواء المقاومة ضد الاستعمار، وقد تمكن في العقد الأول من القرن العشرين من وقف زحف الإسبان بالريف ومنعهم من استغلال مناجم الحديد بالمنطقة، حيث خاض معارك شرسة ألحقت هزائم أشرس بالإسبان. عودة إلى بصار المقاوم في الذكرى الرابعة بعد المئة لوفاته. من الحسيمة عبد الحميد مرابط ومحمد حجوب. هو الشريف سيدي محمد أمزيان الأب الروحي للمقاومة في الريف. هذا المجاهد الذي رأى النور بقبيلة أيت بويفرور عام 59-800 استطاع طرد الفتان بحمرة من قصبة سلوان، وخاض معارك شرسة ضد الإسبان ما بين عام 9 و12-900، معارك أخرت تغلغل الإسبان في الريف واستغلالهم لمناجم الحديد. معركة مشهورة المعروفة بباركو دي لوربو التي سقط فيها الجنرال بينتوس. هذه المعارك أنها استطاعت أو تسببت في أزمة داخلية في المجتمع الإسباني فيما يسمى بلا سيمانا تراخيكا أو الأسبوع المأساوي، بحيث أنه في قامت في برشلونة مظاهرة صاخبة تطالب بوقف المغامرة الإسبانية في الريف. استشهد سيدي محمد أمزيان في 15 مايو عام 1900 بقبيلة بن سيدال في أرض المعركة، رافضا كل أنواع الإغراء والاستسلام. وتخليدا للذكرى الرابعة بعد المئة لوفاته، أقيم هذا المهرجان الخطبي بمدينة أزغنغان لتعريف الأجيال الصاعدة بصفحة ناصعة من صفحات المقاومة المغربية. المغزام الاحتفال بهذه الذكرى هو تعريف الأجيال الصاعدة بتضحيات الجسام التي قدمها الآباء والأجداد في سبيل الحرية والاستقلال، خاصة الدور الذي قام به الدور الكبير الذي قام به الشريف سيد محمد أمزيان خلال مرحلة المقاومة الأولى بمنطقة الريف. أن نتسلح بثقافة المقاومة، فتاريخ المغرب عموما وتاريخ منطقتنا الريف في حاجة ماسة إلى مزيد من القراءة والدراسة، قصد الخروج بدروس نستفيد منها لعل وعسى أن نفي هذا المجاهد البطل المغوار الشريف سيدي محمد أمزيان بعض حقه. ومن حق هذا المجاهد الذي يرقد جثمانه بهذا الضريح بحي الزاوية بأزغنغان إحداث فضاء متحفي يوثق سيرة جهاده ويحفظ ذاكرة المقاومة بالمنطقة، توصية رفع المشاركون في هذا المهرجان الخطابي الذي عرف أيضا تكريم ثلة من رجال التربية والتعليم أفنوا حياتهم في الجهاد الأكبر لبناء أجيال من الكفاءة والأطر.